قام مجموعة من الطلبة بإعادة تهيئة وإصلاح المركز الصحي بني مكادة. العملية شملت تغيير كراسي الاستقبال وصباغة الجدران وتوفير مجموعة من الأدوية. من بعد ما قمنا بمجموعة من الإصلاحات طيلة هذا الأسبوع، اليوم كان افتتحوا المركز الصحي بني مكادة رفقة مندوب الصحة بطنجة وعمدة مدينة طنجة. الهدف ديالنا من إصلاح هذا المستوصف هو تحسين الوضعية ديالو باش نجعلوه في واحد الحلة كتليق بالناس بني مكادة. هي مبادرة تهدف إلى بعث الروح في الفضاءات العمومية المنسية التي طالها الإهمال ليستفيد منها المواطن.